دكتور دكتور لو سمحت يا دكتور، اخبار خان النيازي ايه؟ هو بقى كويس وهيطلعوه الافاقه. شكرا دكتور. هيخرجوه دلوقتي على الافاقه. اهدي بس كده وتعالي ارتاحي. خير ان شاء الله. ايوه يا ماما. بتتكلمي بجد يا نوره؟ يعني هو خرج قدامك وكويس كويس؟ متاكده؟ طب الحمد لله. قولي انت لسه في المستشفى؟ لا يا حبيبتي خليك على راحتك، انا هشطب واروح على البيت على طول. خدي بالك من الناس، لا اله الا الله. شوف قدرة ربنا الكبيره يا ست زهيره، ما تخلاش على الراجل الطيب ده في محنته. عندك حق يا عم لبيب. اسمع، النهارده عشاك وكباب وكفته وعلى حساب وبزياده شويه كمان. وليه الكرب الكبير ده يا ست زهيره؟ حلاوه نجاح عمليه سنياز يا راجل يا منات. يا أنسة نورة، أنا ممكن أوصلك بعربيتي على فكرة. لا شكرا أنا معايا عربيتي. سارة حظ وحش والله حظ وحش. طب عن إذنك بقى يا باشمهندس. طب أنا هشوفك بعد كده عند خالي صح؟ آه إن شاء الله. أمشي بقى؟ آه اتفضلي اتفضلي. طب معلش أنا آسف، يعني طلب أخير، أنا عارف إن أنا رخم. اقول لك انا الطلب ايه؟ اه هتقولي ممكن ولو فيها رداله مني اخد رقم تليفونك؟ طب اعمل فيكي يعني ينفع كده؟ طب انت عندك منى؟ في حاله واحده بس. ايه هي؟ انت كمان تديني رقم تليفونك. يا سلام، ده انا اديكي تليفوني كله. هاي امشي بقى. واخرتها يا عزت من ليله امبارح والهبابه دي في بقك، ما بتنزلهاش غير وقت النوم. اوف شايل هم الدنيا ومشايل قلنا معاك. انا عمري ما خفت من حد ولا عملت له حساب، لكن ودي الزهيري ده السهل ابدا. الكلام اللي قاله لو صح قول علينا يا رحمن يا رحيم. طب وايه اللي علينا بكده؟ ما نرحم نفسنا ونقفل مجلدنا. انت تفت في عقلك اوليا. طالما وصلت للامريكاني يبقى من الاخر كده احنا مش قد الكلام ده، ودي قلتها لنفسك. اسيب شقه عمري؟ اسيب البيت ده كله وامشي؟ طب وهتعمل ايه في الاوراق اللي معاه؟ التهديد ما جابش نتيجه معاه، والنسايسه ما جابتش نتيجه معاه، يبقى ما فيش غير الحل التالت. فطمني يا حسن، انت ناوي تعمل ايه؟ هما يومين تلاتة أدبر حالي وفطمك. وبعدين في المصيبة اللي أنا فيها دي فندم؟ لا لا سوري ما. حضرتك كنت عارفه ان بابا ظهر وما قلتليش؟
ليه؟ حتى انت يا طنط للدرجه دي انا ماليش يوم في مطاركو؟ ما تفهمينيش غلط يا دنيا، انا فعلا كنت موجوده لما باباك اتصل، والمفاجاه خلتني استنى ما اشوف ايه اللي هيحصل ومامتك هتتصرف معاه ازاي، واكيد كنت هقول لك بس في الوقت المناسب. ماما هبت فيا يا طنط، دي مش موافقه حتى اني اسمع صوته. عايزاكي تتاكدي من حاجه مهمه، طالما ظهر بارادته يبقى مش بس هتسمعي صوته، انت كمان هتقابليه. امتى بس يا طنط؟ وتفتكري ماما هتقبل؟ ده حقك، ما تقدرش تحرمك منه. حضرتك ما تعرفيش ماما قد ايه بتكرهه يا طنط، دي ما بتطقش حتى تسمع سيرته. عواطف كانت في يوم من الايام مراته، وكان في بينهم مشاكل وحسابات قديمه. ما تعرفيش قد ايه يا طنط انا نفسي اشوف بابا، نفسي يتريني في حضنه. كفايه قوي بقى ان انا اتحرمت منه السنين اللي فاتت دي كلها. دنيا. نعم يا ست عوض. دنيا فين؟ في اوضه فرح هاني. روحي لها هاني. حاضر. كلمتين هقولهم لك وحطيهم حلقة في ودنك، والآخر مرة هقولهم. أبوكي تنسيه، فاهمة ولا لأ؟ فاهمة ولا لأ؟ ولو ما سمعتيش كلامي هكسر دماغك. ليه كده يا ماما؟ لأنه زمان سرق فلوسي، النهاردة مش هسمح له ولا على جثتي إنه يسرقك مني. أنت بنتي أنا، فاهمة؟ عشان كده هتسمعي كلامي. أنا عارفة. يا بنت الهيبة أنا كده برضه؟ ماشي يا بنت. طب ممكن بقى نتكلم بجد شوية؟ يا بنت بطلي بواخ، عايز أتكلم معاكي بجد شوية. نورا أنا بجد حاسس إن أنا بقالي فترة مش فاهمه بصراحة. يعني متاخد كده طول الوقت، عمال أفكر فيك الله يخرب بيتك. أنا عارف بنت حلوة وجميلة، كل حاجة فيكي حلوة كده، ما مش فاهم. أنا جريء زيادة عن اللزوم، ربنا يكبر بخاطرك. يا بنتي ده أنا لخمة. والله العظيم. ده أنا طول عمري خيبة. ويا ترى إحساسك ده جديد؟ ولا بيحصل كتير يا باشمهندس؟ يا سلام. يعني أنت عايز تفهمني إن عمرك ما عرفت بنات قبل كده في حياتك؟ طب هتزعل مني لو قلت لك اني مش مصدقاك؟ تعرفنا نورة؟ انا معرفتي باي بنت في الدنيا كانت حاجة وانت حاجة تانية خالص، والله ما بهزر. انت عارفة خلي نيازي ده عمل معايا الصح، عمل معايا اكبر واجب. طبعا مش عرفني بيكي. ويا ترى بقى انتوا باعك عني؟ مش شايف اللي بتقوله ده مبالغ فيه شوية؟ الظاهر انك مجامل زيادة عن اللزوم. نورة تردش ليه دي؟ مش عوايدك يعني من ساعة ما رجعتي من المستشفى وانت لدة في السرير؟ مفيش، اصلي تعبانة شوية. التعبان يرتاح في السرير. صدقني كنت هعمل كده فعلا. نورة. نعمين يا ست زهير. هي حكايتك ايه الليلة دي بالظبط؟ الحكاية ولا حاجة؟ يعني انا شايفة كده ان انت كده مش مظبوطة، مش على بعضك. مش مظبوطة ازاي يعني؟ انا مش فاهمة حاجة. مش فاهمة حاجة ازاي؟ ورحمة ابوكي منظرك كده ما هو مظبوط. هو انا لازم يعني اكون كشرية كده ومكشرة؟ سيبينا من الكلام ده دلوقتي، قولي لي انت شفتي فرح حنم النهاردة؟ فكرتيني يا زوزو، دي الست دي حكايه لوحدها. يعني ايه فهمين؟
بصراحة أنا ما اتكلمتش معاها كتير يعني. دي بتحب أنكل نيازي جدا. في دي بقى بالذات أنا متأكدة منها واثقة تماما. بقولك يا زوزو، هو أنت كنت تعرفي فرح هاني دي زمان؟ إيه اللي أعرفها؟ أيام الجمالية مش كده؟ يعني بقولك إيه، الحاجات دي فات عليها سنين وزمن طويل، مش عايزة أفتكرها. طب يعني إيه اللي كان بينك وبينها؟ والله العظيم أنا ما دوست الفرح هانم على طرف، طول عمري بحبها وبحترمها زي أختي بالظبط. طب ما تحكيلي. ما قلتلك خلاص بقى يا نورة، مش عايزة أفتكر اللي فات. مش مصدق نفسي، دي احسن مفاجأة حصلت لي في حياتي. شركة اقر العالمية مرة واحدة. يا حبيبي الفاكس معاك وبين ايديك بموافقتهم بالتبادل التجاري بيني وبينهم. ايوة بس احنا كده شركتنا تستفيد ايه؟ عيبك يا حسام ان دايما نظرتك للامور محدودة جدا. شيء طبيعي جدا ان اقر العالمية تتعاقد مع مجموعة شركات ابو العيلة. ليه بقى؟ لان مجموعة شركات ابو العيلة من المجموعات الكبيرة جدا اللي ليها شنة ورنة، ودايما الشركات الكبيرة الشركات العالمية يعني ما بتتعاقدش الا مع شركات اللي ليها شنة ورنة، ليها حجم. وده مش معناه ان احنا نبقى بره اللعبة، لا. يا مختار بيا جامد قوي. بس ايه رايك في ابوك؟ معلم الصغير هيدخل مع الكبير، يعني كله هيخدم على بعضه. طب وبعدين ما تنساش حاجة، مين اللي هيتعاقد معاهم؟ انا. يعني مين اللي هيبقى مسيطر؟ برضو انا. يعني كل حاجه تحت ايد مين؟ تحت ايدي انا. طب وفرح؟ فرح انا معرفش حد بالاسم ده يا ابني. عقبال فرحك. يعني مش هتديها خبر بالموضوع ده؟ لا طبعا، وبالثلث كمان. انا حاسس ان الدنيا هتحلو وهنعوض خسارتنا، وبكده نقدر نعمل مصنع اللحوم اللي نفسنا فيه. بس قول لي، هتوقع عقد شركه اكر امتى؟ كلها ايام ايام، ونحتفل ونفرح ونلعلع، والعالم كله هيعرف ان هيتم اهم تعاقد في العالم. وساعتها لو فرح فكرت انها تقل عقلها وتقف في سكتي تاني، المرة دي بقى انا مش هسمح لها. المرة دي انا ممكن افرمها. فرح بجد انا مش لاقي كلام اوفي حقك بيه غير اني مديون لك بحاجتي كلها. مش عارف هرد الميلك ده على ازاي. ما تقولش كده تاني. انت ليه مصمم تضايقني بكلام ملوش معنى؟ انت ليك حق عليا. خلينا في المهم، انت الحمد لله ربنا خد بيدك وكلها يومين وهتخرج. فكرت هتعمل ايه؟ لا ما فكرش. انا بقولك اهو قدامه عشان هو هيكذب دلوقتي ومش هيقولك الحقيقه. انا عارفه ان ده مش وقته خالص في الكلام اللي انا هقوله، بس انتي لازم تعرفي انتي مننا وعلينا. بصراحه بقى اخوكي تعبان وتعبني معاه. انتي عارفه ان عمري في حياتي ما طلبت منه حاجه فوق طاقته، طول عمري راضيه باللي ربنا قسمه. بس بصراحه بقى حقي كزوجه اعيش معاه وانا مطمنه. نفسي كده يشتغل شغلانه ترحمنا من البهدله اللي احنا فيها دي. سناء ليها حق، أنا الأوان إنك تغير شوية من حياتك. أنا عرفت إنك سبت شغلانة العطارة. قطعة دي شغلانة وقطعة سبت صاحبتها كمان، ست مفترية طردته من الشغل منها لله. في مثال أكتر من كده؟ فرح عموما مش وقته. لما تخرج بالسلامة إن شاء الله نبقى ننتهي من الموضوع ده. إن شاء الله. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. زهيرة، هي دي؟ هي دي الولية الأولى اللي طردتك؟ جاية ليه يا حبيبتي؟ جاية تديله مكافأة نهاية الخطة؟ إيه يا سناء؟ لا بأس عليك، إن شاء الله ما تشوفش وحش تاني. بسم الله، ما احنا هنا اهي. حنينة حنينة قوي يا حبيبتي، حوش الحنينة عمالة تطرطش علينا. بس يا سناء. زهيرة حقت عليا أنا. أنا آسف، امسحيها فيا عشان خاطري. حصل حصل خير، أنا بس كنت جاية أطمن على حضرتك ماشية على طول. لا لا أبدا والله، اتفضلي اتفضلي. أكيد حضرتك فرح عيني مش كده؟ أيوه. عرفتيني ازاي؟ اي نعم، فاتت سنين طويلة، بس بسم الله ما شاء الله حضرتك زي القمر واكتر كمان. شكرا. نيازي كان دايما بيكلمنا عنك. يا رب بس يكون بالخير.
جيتك دي تؤكد انه انت بنت بلد وتعرفي الاصول. اصول؟ اصول ايه اللي تعرفها الهانم منك لله؟ طردتي من شغله؟ تعالي حرام عليك انت السبب في اللي حصل لك ده. فين الخش؟ لا انا اسف جدا يا ست زهيرة والله. مساء الخير مره تانية والف سلامة. الله يسلمك، بس ما كانش في داعي تتعبي نفسك. ازاي بقى؟ اظن الست اختك لسه قايله عني ان انا بنت بلد واعرف الاصول. وهو في حد في الدنيا يقدر يقول غير كده برضه؟ انا عارفه ان انت لسه شايل مني. انا؟ لا ابدا. ليه؟ يا سلام، عامل نفسك مش فاكر؟ شوف يا ست زهيرة، انسي اللي فات. اللي فات خلاص مات، احنا ولاد النهارده. لا يا سناء، انت غلطتي لما زودتيها قدام الست دي، برضه ضيفتنا ولها احترامها. بصراحه ربنا مفروسه منها عشان طردت الراجل من شغله وقهرته. هو في بينك وبينها طار؟ دي ست ذوق جدا. يا سلام، يعني حضرتك مخرجاني مخصوص عشان تقولي دي ست ذوق جدا؟ لا يا مرات اخويا، مش مخرجاكي عشان كده. خدي. لا شكرا، معانا كتير. 5000 دول لما يخلصوا تبقي تكلميني. معقوله برضه يعني لو خلصوا هتكسف؟ هتصل بحضرتك. ما تتكسفيش، بس ما تدخليش عليهم. ليه بقى ان شاء الله؟ بس صوتك. احنا هنا في مستشفى، لسانك يضرب كده يضرب كده نيازي يزعل، وده مش كويس عشان. لا وانا زعله بصراحه، يهمني برضه ده جوزي وحبيبي. بس العلم حضرتك انت ما تعرفينيش على حياتي، انت واخده عني فكره غلط. انا عارفاكي كويس قوي وحافظاكي، انت طيبه وحلوه ومش هتدخلي عليهم. ماشي. نمر التليفوني معاكي، لو عوزتوا اي حاجه بيكلميني. يكون في علم حضرتك ساعات بيبقى معناش فلوس خالص مش لاقيين نمر، اقول له اتصل باختك دي معاها فلوس متلتله قبل كده. على قد خلاص، مع السلامه. انا واقفه، هو مش هدخل. في كلمتين يهمني ان انت تسمعهم مني. انت صحيح طلبت مني ان احنا ما نتكلمش في اللي فات، ولا حتى يكون فيه بينا عتاب، وده فعلا عين العقل. بس انا ليه طلب عندك يا سامي عاصم؟ انا عايزاك ترجع الشغل من تاني، مكانك مستنيك. انا ولبيب وكل العمال حاسين بغيابك. طب يا سيدي بلاش، علشان خاطري، عشان خاطر منى. انا عارفه انت قد ايه بتحبها وبتعزها، ولو لفيت الدنيا دي بحالها وشرقها وغربها مش هلاقي حد يحافظ عليا وعلى مالي انا وبنتي غيرك انت. اشوف وشك بخير. مع السلامه. مع السلامه. ما تقعدي تتغدي معانا. كتر خيرك دايما عامر. عن اذنك. اتفضلي. انا عايز اعرف الست دي كانت هنا بتعمل ايه بالظبط. اوعى تقولي جايه تطمن عليا عشان مش هصدقك. قالت لك ايه وانا مش موجوده؟ سلامتك يا حبيبي. مش قادر تتكلم مش كده؟ انا هروح البيت دلوقتي اعمل لك دقيقه باميه باللحمه الضاني وبطايه سمينه قد كده اهو عشان تقوي قلبك المفتوح ده. سلامتك سلامتك. معلش هتموتيني يا سناء، هتموتيني والله العظيم. لا لا مش انا اللي هموتك. حاضر، هروح اجيب لك الاكل واجي على طول. قصدي هجيب لك الاكل واجي على طول. صباح الخير يا تامر. جيتي في وقتك، عندي ليكي خبر هايل. اتفضلي. يا رب يكون اللي في بالك. صح، وافقت الوزاره جت. حقيقي؟ ايوه، والفاكس لسه جاي من الوزاره حالا. اخيرا. اتفضلي يا سيدي. ضحى دي هتبقى فرصه بالنسبه لك كبيره جدا. اطمني يا تامر. حضري نفسك يوم الاثنين الجاي الساعه 11 الصبح، وانا تحت امرك في كل حاجه. انا بجد مش عارف اشكر حضرتك ازاي. الانترفيو مش عايزه يعدي مرور الكرام، انا واثق فيك. حضرت الاسئله اللي هي؟ حافظها صم. انا متحمس ليكي وانت عارفه كده من بدايه شغلك معنا في القناه. يا رب دايما افضل على حسن ظنك بيا. عليك. ضحى، عايزه مين من المخرجين يكون معايا؟ هو في غيره؟ نادر ابو مكارم طبعا. يا ترى ايه اللي رماك علينا النهارده يا عزت؟ مفيش غير الخير يا ابن عمي. انت اخر واحد يتكلم عن الخير. حتى لو قلت لك ان انا موافق على طلباتك. تقصد ايه؟ سعادتك عايز تبيع البيت، انا شاري. انا مش معترض، وسبق وقلت لك اني مستعد ابيع لك البيت بس بثمنه الحقيقي ومن غير اي مناقشه. 700,000 جنيه، مفيش غيرهم. مليون كامل يا عزت. الرحمه حلوه يا ابن عمي.
انت عارف انا دفعت تحويشه العمر كله في البيت ده، نصيبي في ورشه الجلود ورهنته، تحويشه العمر وحطيتها، حتى حتتين الذهب اللي حلت الوليه حطيتها، استلهبت من اللي يسوى واللي ما يسواش، كل ده عشان ايه؟ عشان البيت ده يعز عليا يا ابن حقي. سيبك من الكلام ده، انا وانت عارفين ان البيت تمنه يساوي اكتر من كده بكتير قوي. كفايه يا اخي انك قاعد فيه وحاطط ايدك عليه من سنين طويله. انا ما اقدرش ازود غير 50,000 جنيه. انا كلمتي واحده. يبقى عايز تقلبها نار علينا يا ابن عم. النار اللي بتتكلم عنها دي مش هتحرق حد غيرك يا عزت، وانا سبق وحذرتك. اوامرك اوكد بيه، يبقوا 800,000، اكتر من كده وحياه ولادي ما اقدرش. انا غلطان، غلطان اني بضيع وقتي معاك. اقعد اقعد اخويا، اهدى كده، كل طلباتك هتبقى مجابه. اقعد يا حبيبي، اقعد يا ابن عم. اوكي يا عزت، بس انا بقى اضمن منين انك هتنفذ اتفاقك؟ كلمتها واد بيه، الا اذا كان ما عندكش ثقه فيا. في الحقيقه هو كده فعلا. احنا اتفقنا نفتح صفحه جديده، وزي ما بيقولوا عفى الله عما سلف. للاسف مضطر اصدقك، لاني لازم اخلص من الدوامه دي. الليله ده يا ابن عم كل شيء هيبقى تمام. تروح العنوان اللي في الكارت ده بتاع المحامي، وما تنساش تاخد ورق البيت معاك، اهم حاجة ورق البيت، وكل شيء هيبقى تمام ان شاء الله. مبروك علينا البيت يا ابن عم. امضي يا طلعت. اتفضل. امضي يلا. خد يا حبيبي الحجز يلا. الو الو، مين بيتكلم؟ الرقم ده انا شفته قبل كده، نفس الموقف ده اتكرر معايا، شكلي بيتصل ده قصدي فعلا. هو حضرتك بتشك في حد؟ طبعا لا، بس المشكله اللي هو بيتصل من تليفون عمومي. انا من رايي حضرتك ما تهتمش، الحاجات دي بتحصل كتير. معايا انا؟ ما اظنش. ضحى، استاذ عامر بلغني باوردر وزير الداخليه، انا سعيد جدا ان انت اخترتيني اكون معاكي في الاوردر ده. مش شايف ان انت بتبالغ شويه؟ وبعدين انا ما وصلتش المكان اللي اقدر بيها اختار. يعني على الاقل كان ممكن تختاري مخرج غيري. الكلام ده لو مفيش بينا تفاهم في الشغل، وبعدين انت مش محتاج مني شهاده بكفاءتك. طب يا ترى بقى المره دي لو طلبت منك ان انا اعزمك على بره نشرب حاجه مع بعض، هتوافقي إيه ولا كالمعتاد؟ انت باين عليك واخد عني فكره مش ولا بد خالص. ايه ده بجد؟ طب ممكن يعني، اصل انت قبل كده رفضت كتير. ما عنديش مانع. ايه ده بجد يا ضحى؟ طب يلا بينا يلا بينا. ممكن بس ناجلها لبعد زياره الوزير الاسبوع الجاي. يا ضحى مش فارق، انا شايف ان الوقت مناسب جدا دلوقتي. ما ينفعش نقف كده شكلنا باين. طيب يا ستي، بس ممكن اطلب منك طلب؟ ممكن توصليني معاكي ولا لسه كمان في اعتراض؟ اتفضل. طب يا جماعه خير؟ عم عبد الغني تعبان شويه. ليه؟ ايه اللي حصل؟ من 5 دقايق خرج من مكتب مختار بيه وهو على الحاله دي. ما تفهموني يا جماعه في ايه؟ باختصار مختار بيه مشاه وجاب واحد بدل منه. ازاي ده؟ بحكم القوي يا عايده. ما كنا خلصنا من النغمه دي، اللي رجع يجددها من تاني. مختار بيه، ممكن اعرف حضرتك طلبت عم عبد الغني ليه؟ يا ريت بقى تاني كده عشان ما سمعتش. أنا قصدي إن هو راجل قضى عمره كله في خدمة الشركة. طب ما تيجي بقى حضرتك تقعدي مكاني وتديري المجموعة باللي فيها. يا ريت حضرتك ما تفهمنيش غلط، أنا بتكلم حضرتك بمنتهى حسن النية. ودخولي في مكتبي بالأسلوب ده حسن نية؟ صوتك العالي ده حسن نية؟ أسلوبك المستفز ده حسن نية؟ كل ده عشان خاطر إيه؟ ساعي؟ نكرة في الشركة؟ عم عبد الغني مش نكرة، ده راجل قضى عمره كله في خدمة صلاح بيها الله يرحمه. وبعدين ما يكونش جزاؤه في النهايه الطرد بالشكل المهين ده. عينه خلاص كبر، شيخ، بيدخل عليا مكتبي بالصينيه وايده بتترعش، ايه اللي يجبرني ان انا استحمله؟ المهم يا مختار بيه،
ضمير حضرتك يكون مستريح. عايدة، لو عم عبد الغني يهمك قوي كده انت ممكن تحصلي. يا ريت، انا ما عنديش اي مانع، بس للاسف فرحاني مش بترضى. عن اذنك. يا عايدة، عبد الغني يفضل في الشركة حتى لو راح مكان تاني بعيد عن مختار بيه، حتى لو ما اشتغلش خالص، المهم ما يحسش اننا تخلينا عنه. ايه يا عايدة، اعملي اللي بقولك عليه، وانا بقى ليا تصرف تاني بعدين. نطلع الفيلا يا هانم؟ لا، اطلع على 6 اكتوبر على مصنع اللحوم الجديد عشان اطمن عليه. دلوقتي يعني؟ ايه يا رمزي، هتفرق معاك؟ انا بالنسبة لي ما تفرقش، تحت امر حضرتك. كفاية يا نورة، كفاية، ما عدتش قادر. بقول لك ايه، انت لازم تخلص الزبادية دي دلوقتي حالا. ده شغل عافية بقى. ان شاء الله حتى تعتبرها فتوانة. حضرتك يعني ما تعرفش انا مبسوطة النهاردة قد ايه. يا ترى ايه السر انبساطك ده؟ معرفش، احساس كده عندي بالسلامة. انا بيهمني هبتدي اتعود عليك يا ماما، وانا مستعدة وهكون سعيدة قوي. عارفة، قبل ما ادخل اوضة العمليات كنت حاسس اني مش هخرج منها حي وامشي تاني على رجلي. بعد الشر عليك، اديك قمت لنا بالسلامة وبقيت زي الفل. دي العمر غالي، بس لما يبقى الانسان عنده هدف وشايف قدامه امل عايز يعيش عشانه. ويا ترى بقى ايه هو الامل اللي في حياتنا زنوزي؟ عارفه انا عشت طول عمري ادور على الامل ده، كنت خايف قوي ما الاقيهوش قبل ما اموت، لكن الحمد لله لقيته. بس برضه خايف قوي لا يضيع مني. يعني كل الحاجات الحلوه دي عندك وتقولي ما عنديش امل؟ انا لا، انا اللي عندي حاجات حلوه، ده انت اللي احلى بنت في الدنيا. وانا جيت. واضح ان انتوا عيله بتفهم في الواجب، وبتهيألي انت كده عملتي الواجب بزياده. نوره فيها الخير والله يا سناء، ما انا عارف اشكرها ازاي. كتر خيرها، ما هي مامتها لسه عامله الخير من شويه. متشكرين قوي، مش محتاجين خير اكتر من كده. اتفضلوا يا رجاله، اتفضلوا. ازيك يا استاذ سناء؟ وشك ولا وش القمر يا نيازي. الف حمد لله على السلامه يا استاذ نيازي. متشكرين قوي يا اخوانا، ما كانش في داعي ابدا تتعبوا نفسكم. على فكره انا ما كنتش اعرف ان في ناس بتحبك قد سلام. كلام ايه ده يا نيازي، دي الحته كلها كانت عايزه تيجي معايا، بس انا قلت لهم بقى ايه، 5-5-3-3 عشان برضه مستشفى استثماري يا نيازي. بس كده شويه، ما كانلوش لزوم. هنيجي نعزم منك يا استاذ نيازي. يا راجل، بقى الحته كلها لما عرفت كانت عايزه تجيلك وجايين يجابلوك ويطمنوا عليك على نيازي حبيبهم، تقوم برضه تكسر بخاطرهم كده حق؟ مالكش حق يا نيازي. ايه ده؟ هو انت اللي جيتي بدري ولا انا اللي جيت متاخر ولا في حاجه حصلت غلط صح؟ المهم ان احنا اتقابلنا. طبعا اهم حاجه ان احنا اتقابلنا. ازيك؟ كويس الحمد لله.
ايه هو انت مش هتزور خالك؟ خاله؟ لا ما عادي، خاله مقيم هنا مش هيطير يعني. افهم من كده ان انت جاي بس عشان تقابلني. بصراحه المره دي بقى مصر ان انا اعزمك على حاجه في المكان اللي تحبيه. ما ينفعش يا باشمهندس. ما ينفعش يا باشمهندس، اتنين مش لاقيين على بعض. مبدئيا اتفقنا ان احنا نرفع التكاليف مهنا، يعني مفيش باشمهندس. ثانيا بقى انا عايز اعرف ما ينفعش ليه. عشان خروجنا مع بعض مش صح ولا طبيعي. ايوه يا مرب، بس انا يعني كنت عاوز. ممكن يكون بالنسبه لك عادي، لكن بالنسبه لي انا لا. بس شباب جامعه امريكيه ونت وفيسبوك وحاجات وحركات. ولو انا في الاول والاخر بنت الحاجه زهيره العطاره، بس برضو بخرج واتفسح واروح كل حته بس مع زمايلي. لكن خروجي معاك انت بقى تفسره بايه؟ عندك حق، انا كده كده ما ينفعش اصلا اعمل حاجه غصب عنك. انا اسف، انا اسف. مش مهندس. نعم. هو انت زعلت؟ هو ده يهمك في حاجه؟ شفت اديك اهو بتظلمني بقى. صدقيني يا نورة، انا كل اللي بعمله ده علشان الاقي فرصه بس ان احنا نقرب من بعض. ايه؟ هو انت مش هتيجي يعني؟ لا انا هطلع لخالي اطمن عليه وبعدين بكلمك في التليفون. باي باي. ام الهدى.